انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزة اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن تعليق من نصرانية على أحد الفيديوهات، وسيتم الرد على هذه الأسئلة إن شاء الله. هنرد على شبهة بتقول ان الاسلام بيشترط حب النبي محمد اكثر من حب ربنا، وكمان هنتكلم عن الصلاة على النبي والشفاعة، وهل النبي كان يعاني من اعراض الصرع زي ما بيقولوا، وهنوضح ازاي النبي كان بيتلقى الوحي من جبريل عليه السلام، واخيرا هنتكلم عن كلام المسيح عن نفسه في الاناجيل. خليكم معانا علشان نرد على كل الاسئلة دي ونوضح الحقائق بالأدلة من القرآن وما صح من السنة ومن داخل كتاب النصارى. النقطة الأولى، تقول النصرانية إزاي أعرف الحق واتبع مين لما أقرأ إن محمد شرط للإيمان بالله إن الإنسان يحبه هو أكتر من نفسه، مش يحب ربنا، يبقى لازم أشك إنه نبي وجاء من عند ربنا. ومعنى كلامها أو الشبهة اللي هي عايزة تقولها إن الإسلام بيشترط إنك تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، وإن ده معناه إنك لازم تشك في إنه نبي وجه من عند ربنا. طيب خلينا نوضح النقطة دي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ونشرح الموضوع بطريقة مبسطة. في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومعنى الكلام ده إنكم لو بتحبوا الله اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا هيحبكم ويغفر لكم ذنوبكم، يعني حب النبي جزء من حب الله وطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بيأكد أن الإيمان الكامل يتطلب أنك تحبه وتتبعه، لأن رسالته من عند ربنا واتباعه جزء من الإيمان بالله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تحديات كتير للمسلمين، ومحبة النبي كانت تتطلب الالتزام بتعليمه والوقوف بجانبه في وقت الحاجة. ده ما كانش حب شخصي، بل كان حب للي بيمثله من توجيهات وتعاليم ربانية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآية بتوضح أن طاعة الرسول هي طاعة لله، وأن اتباع النبي جزء من الإيمان والتوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل الأعمال والعبادات لازم تكون خالصة لله، واتباع النبي جزء من الطاعة دي. ما ينفعش نساوي بين محبة ربنا وأي حد تاني، لازم حب ربنا يكون فوق حب أي حد من الخلق. فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويلي محبة الله في الوجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب حبه حبا يفوق حب كل الخلائق. ففي الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
يجب أن يفرق الإنسان بين محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله عز وجل محبة عبادة وذل وخضوع، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة تابعة لمحبة الله، لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، فهي محبة لله وفي الله وليست محبة مع الله، لأن المحبة مع الله شرك كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما في كتابك المدعو المقدس يسوع يأمرك يا نصراني أن تبغض أباك وأمك وزوجتك وأولادك وأخواتك حتى نفسك. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. النقطة الثانية، تقول النصرانية ويطلب كثرة الصلاة عليه كشرط للشفاعة، يبقى لازم أشك إنه نبي ويدعو لمعرفة الله محبته وطاعته. هي عايزة تقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس يصلوا عليه كتير علشان يشفع عليهم، وده معناه إنه مش نبي وإنه بيدور على تعظيم نفسه. أولا لازم نعرف لماذا أمر الله المسلمين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، تعظيم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تعبير عن تقديرنا واحترامنا له كرسول الله. الله سبحانه وتعالى بيأمرنا بالصلاة عليه علشان نعرف مكانته العظيمة عند ربه. 2، تربية النفس على الحب والاحترام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتربي النفس على الحب والاحترام للنبي والاقتداء به. لما نصلي عليه بنفتكر تعليمه ونحاول نطبقها في حياتنا. 3، ربط الأمة الإسلامية بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي بتعزز الروابط الروحية بين المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم، دي وسيلة علشان تفضل الأمة متصلة بنبيها وتظل تعليمه حية في قلوب الناس. 4، تقوية الوحدة الإسلامية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتجمع المسلمين على حب واحد وتقدير مشترك، ده بيساعد على تقوية الوحدة والتماسك بين المسلمين. وتوجد نصوص قرآنية وأحاديث شريفة عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل كبير جدا، وهي وسيلة لرفع الدرجات وتحقيق الشفاعة ونيل رحمة الله. أمر الله المسلمين بالصلاة عليه لتعظيمه وتكريمه وتربية النفس على الحب والاحترام وربط الأمة الإسلامية بالنبي وتقوية الوحدة بين المسلمين. الصلاة على النبي تعبير عن حبنا واحترامنا للنبي واتباعنا لتعليمه صلى الله عليه وسلم. وكلام النصرانية مردود عليه، يعني تشك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أمر المسلمين بالصلاة عليه في كتاب الكريم، وما تشكش في رسولها بولس اللي كان بيفتخر بغبائه لما قال: قد صرت غبيا وأنا أفتخر. وفي نص تاني قال: ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل أنتم محتملية. يعني انت بتؤمني برسول بيفتخر بغبائه، ياريتك بس تشكي في بولس اللي بيعترف انه غبي. ربك يسوع ملعون بأمر رسولك بولس لما قال: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. وأنا لا يشرفني عبادة إله ملعون، ويشرفني الإيمان بالمسيح كنبي كرمه الإسلام أشد تكريم، ولا يشرفني الإيمان برسول يفتخر بغبائه. وحاجة كمان مهمة لازم النصرانية تعرفها، إن في دينها القساوسة بيركزوا جدا على مكانة القديسين في الكنيسة والشفاعة، ونشوف الفيديو ده اللي هيوضح كلامي. الناس اللي بتنكر الشفاعة بيضيعوا من اللي بيسمعوهم يعني بركات غنية جدا. الشفاعة دي الكتاب المقدس قال عنها بكثرة وبإلحاح،
قال ده قال صلوا بعضكم لاجل بعض. ده حتى الاخوه الطوافي اللي بينكروا الشفاعه يقول لك صلي من اجل حضره القسيس. طب بيصلي من اجلك ليه؟ ما تصلي من اجل نفسك يا عم. لما انتوا لا تؤمنوا بالشفاعه بتقول له صلي من اجل ليه؟ يا تعالوا نعمل حلقه صلاه من اجل الاخ فلان والاخت فلان. طب وتصلوا من اجله ليه؟ ما دي شفاعه، شفاعتك يا عذراء ام النور والعذراء مريم عشان تؤكد على حقيقه شفاعتها في البشر كلها. ظهرت بطريقه قاطعه وواضحه في كنيسه العذراء بالذات. اليست هذه شفاعه القديسين؟ تل اللبان، صلوات القديسين. اللي بتشكك في الشفاعه واحيانا تخلي اولادنا يعتقدوا ان الشفاعه هي تاليه او وضع اله اخر غير الله، او يستخدموا ايات بتفسير خاص زي مثلا مجدي لا اعطيه لاخر، فكاننا لما نتشفع بالعذراء او الملائكه او القديسين اعطينا مجد الله لاخر. حكايه مش عايز شفاعه قديسين معناها ان انا ماشي باتجاه انا والمسيح وبس. طب انا والمسيح بس، يبقى كمان ما فيش ابونا. طب ما دام ما فيش ابونا ما فيش اعتراف، هيبقى كله هيدخل على بعضيه. يعني هي العقيده بتوصل على بعضيها. ما دام انا عامل زي ايه بناء جيت هدمت حجر هتلاقيه يبتدي ايه كله يقع. فعشان كده انا مش عايز نتخدع بادعاءاته، لان ناس كتير تقول كده. انا مقتنع بكل حاجه ما عدا مثلا الصلاه على الراقدين او شفاعه او الاعتراف. لا طبعا، ما ينفعش يكون النصراني هو والمسيح وبس، لازم كمان ابوه اللي هو القسيس وام المسيح والملائكه والقديسين، والحكايه لبمت شفعاء كتير وشركاء كتير جدا مع المسيح. النقطه الثالثه، تقول النصرانية لما أعرف أنه قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني واحد مش ضامن خلاص نفسه صايع غرقان بس يوقع الناس في الشرك بيه وعبادته ويطلب منهم يفضلوا يعظموه هو ويضعوا فيه رجاء مش في ربنا، يبقى لازم أشك. طبعا دي إنسانة منحطة ومش عارفة تنتقي الألفاظ، وعايزة تقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني أنه مش ضامن خلاص نفسه وبالتالي هو مش نبي حقيقي، وده يوقع الناس في الشرك بيه وعبادته بجر ربنا. واضح انها بتنقل شبهات وما تعرفش ان عبارة لا ادري بما يفعل بي ولا بكم وردت في القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. المقصود بالآية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف المستقبل أو مصيره ومصير الناس إلا بما يوحى إليه، وده بيظهر تواضعه وإنه عبد من عباد الله، وكان دايما بيوجه الناس لعبادة الله وحده مش لعبادته هو. كان بيأكد دايما على إنه بشر وعبد من عباد الله، ويتضح ذلك في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أمين جدا في تبليغ الرسالة، وكان بيؤكد أنه بينقل الوحي من عند ربنا مش من عند نفسه. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الشفاعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيطلبها للمسلمين مش دليل على الشرك، بالعكس هي دليل على رحمة الله ورغبة النبي في الخير لأمته. النبي بيشفع بفضل الله وبرحمته، فقد قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الكتاب المدعو المقدس الأنبياء كانوا برضو بيظهروا تواضعهم واعتمادهم الكامل على الله. مثلا في سفر المزامير داود عليه السلام بيقول لأنك أنت رجائي يا سيدي الرب أنت متكلية منذ صباي. وفي إنجيل يوحنا المسيح عليه السلام بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. وده بيوضح أن حتى الأنبياء زي داود والمسيح كانوا بيعترفوا بقدرة الله الكاملة وتواضعهم أمامه، مش معنى انهم ما يعرفوش مصيرهم انهم مش انبياء. الخلاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتبع الوحي وبيأكد على توحيد الله وعبادته وحده، تواضعه واقراره بانه بشر كان بهدف توجيه الناس لعدم الغلو فيه،
الشفاعة للنبي بيطلبها يا رحمة من عند الله مش دليل على الشرك، والأنبياء في الكتاب المقدس برضو كانوا بيظهروا تواضعهم واعتمادهم الكامل على الله. النقطة الرابعة، تقول النصرانية لما يجي له أعراض الصرع، لما يظهر الضال المضل ويضيع ويضيعه بسببه، لما خديجة تلف بيه هنا وهنا علشان تعرف مين اللي يظهر ده والتاني علشان تعرف اللي بيظهر مين، يا ألف خيبة لما الملاك بيظهر بيكون له وقور ومهابة، ده عاش في محضر السيد الرب وبيوصل رسالة بوضوح أمر ما سوف يتم وبيعرفه بنفسه إنه من عند الله، والكلام يدخل القلب وفي سلام إعلان الله بيظهر للشخص المقصود، مش المتاهة دي والتوهان والجهل اللي حصل لمحمد وخديجة. أقسم بالله ما في كلمة راكبة على التانية، جهل وتخلف وأمية ومش عارفة أقول إيه بصراحة، ولا كلمة راكبة على التانية، سبحان الله. وأبدأ التعليق من نهاية كلامها، الجهلة بدينها وبالتالي هتكون جهلة بدين غيرها. يا جهلة انت ما تعرفيش ان كتابك وصف ربك بالجهل، فرسولك بولس بيقول لان جهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس، وده وصف صريح من رسولك بولس بيقول ان ربك جاهل وضعيف. وكمان في نص تاني بيقول بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء. اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء. كرونسوس الأولى الإصحاح الأول عدد 27. يعني الله مختارني أنا وإنت وإنتي الجاهلين. طول ما انتوا جاهلين مش هتعرفوا الحقيقة أبدا، وهتفضلوا كده متخبطين مسلمين دماغكم للكهنة علشان يتم السيطرة عليكم بنجاح. وتعالوا نشوف مثال على جهل يسوع اللي بتؤمن بيه كرب وإله بموسم إثمار شجرة التين. فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. من هذا النص نستنتج أن يسوع جاع، والجوع هو الحاجة للطعام، وهذا في حد ذاته ينفي أن يكون هذا الجائع إله، فالله لا يحتاج إلى الطعام. نظر يسوع للشجرة وذهب إليها لعله يجد ما يسد بها حاجتي من الطعام، ولكن كانت المفاجأة لم يجد إلا ورق، وهذا يثبت أنه يجهل أن الشجرة ليس بها ثمار، والجهل صفة تنفي ألوهية صاحبها. وبعد توضيح مين الجاهل ومين الجاهلين، نرجع للشبهة اللي النصرانية عايزة تقولها، وهي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لأعراض تشبه أعراض الصرع. واضح طبعا انها بتسمع للمنصرين وخاصة رشيد حمامي اللي طرح الشبهة دي في احدى حلقاته. فهل كان محمد فعلا مصابا بمرض الصرع؟ وهل مرض الصرع هو ما ادخله القدماء تحت عنوان الجنون لانهم لم يستطيعوا تصنيفه انذاك كمرض عصبي؟ وهل الاعراض التي كانت تظهر على محمد متطابقة مع مرض الصرع؟ وهل يمكن تفسير الظاهرة المحمدية من خلال مرض الصرع؟ وعلشان نوضح للجهلة القصة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى عبر جبريل عليه السلام. التجربة دي كانت تجربة فريدة وخاصة للنبي، وكانت بتيجي بأشكال مختلفة. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بكلام الله بصورة واضحة وصحيحة، وده مش ممكن يكون نتيجة المرض. الوحي كان بيجيه بأشكال متعددة زي ما وضحت السيدة عائشة رضي الله عنها، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ان في بعض الأوقات الوحي كان بيجيه بصوت زي صوت الجرس، الصوت ده كان عالي واضح، وده كان أكتر الأوقات صعوبة عليه لأنه كان بيكون تقيل على جسمه زي ما يكون في ضغط كبير عليه. وبعد ما الصوت العالي ده بيخلص، النبي كان بيكون فاهم كويس جدا كل الكلام اللي جبريل قاله، يعني مع أن التجربة دي كانت صعبة لكنه كان بيستوعب كل حاجة اتقالت ليه بوضوح.
وفي أوقات تانية جبريل عليه السلام كان بيظهر للنبي في شكل إنسان وبيكلمه بشكل مباشر، والنبي في الحالة دي كان بيفهم كل الكلام بسهولة من غير ما يكون فيه صعوبة كبيرة. الجهلة دي بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاني من أعراض الصرع استنادا إلى وصفه لتجربة الوحي، لكن العلماء والأطباء اليوم بيأكدوا إن الوحي النبوي وتجربة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتشابه مع أعراض الصرع. أعراض الصرع بتكون مرتبطة بتغييرات في النشاط الكهربائي للدماغ، وبتكون مصحوبة بفقدان الوعي أو التشنجات، وده مختلف تماما عن الوحي اللي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما في وعيه الكامل ومستوعب كل حاجة بتتقله. وحالة الخوف اللي بتتكلم عليها الجهلة دي اتعرض ليها الأنبياء في الكتاب المدعو المقدس لما ظهر لهم الملاك، ومثال على ذلك خوف النبي زكريا عليه السلام واضطرابه لما شاف الملاك، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. ويصف لنا كيرولس الأورشليمي في عظاته حالة الخوف والرعب التي تعرض لها الأنبياء عندما ظهر لهم جبريل، فيقول في صفحة 134: فلماذا تندهش إذن إذا كان حزقيال سقط لدى رؤيته شبه مجد الرب؟ حزقيال 2:1، ودانيال لدى رؤيته جبرائيل، دانيال 8:16-17، الذي لم يكن سوى خادم الله قد ارتعد وسقط على وجهه. وظل النبي على هذه الحال لا يستطيع الكلام حتى اتخذ الملاك شكل إنسان وطمأنه، دانيال الإصحاح 10:15-16. إذا كان جبرائيل قد أرعب الأنبياء لدى ظهوره لهم، فماذا كان حل بنا لو أظهر الله ذاته؟ أما كنا متنا جميعا؟ فهل كانوا جميع الأنبياء الذين شعروا بالخوف بعد ظهور الملاك جبريل لهم مصابين بمرض الصرع؟ كما يوجد في الكتاب المدعو المقدس الكثير من المواضيع التي تذكر اضطراب وخوف وهلع الأنبياء أثناء تلقيهم الوحي. سمعت فارتعدت أحشائي من الصوت، رجفت شفتايا، دخل النخر في عظامي. في الحقيقة حبقوق مش أول واحد يقول كده. موسى في يوم من الأيام قال عنه الكتاب، موسى نفسه قال أنا مرتعب ومرتعد، والشعب استعفأ بأن تزاد لهم كلمة واحدة، مع أن كان المتكلم مين؟ المتكلم الله. وده يورينا ودانيال ويوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول وقع، وفي آخر الأصحاح بيقول أنه حزقيال وقع كده من الخوف وخر على وجهه، وبعدين ابتدى يسمع صوت ربنا. والغريبة انهم بيدعوا اصابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصرع والجنون، نلاقي ربهم يسوع اللي بيعبدوه اتهموا اقاربه بالجنون. سمعتوا يوم الايام بالانجيل وين بيقولوا انه يسوع ضائع الرشد، وكأنه بيقولوا يسوع مجنون. يمكن تتفاجأوا اخوتي الاحباء، بس ايه هيك صار. قرايبينه ليسوع راحوا لياخدوه لحتى يقولوا انه هو ضائع الرشد. تعرفوا ليه؟ لانه يسوع ما كان يعيش ويفكر بحسب منطق العالم. الناس الغريبة امنت بالمسيح، وناس قرايبه قالوا انه ايه، ها، مختل. ده مختل. اولا ربنا يسوع قيل عنه مختل العقل، هتلاقوها في مرقس 3. اجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل. لو اتهموك في يوم بالجنون بسبب أنك ماشي مع ربنا قوي، افتكر أن ربنا له المجد، ادعوا عليه أنه مختل. لكن عندما جاء المسيح الممتلئ من الروح القدس قالوا عنه أنه مختل. النقطة الخامسة، تقول النصرانية المسيح قال أنا أعرف من أين أتيت وإلى أين أمضي. المسيح أعطانا الوصية الأولى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك. المسيح له المجد، أعلن كثيرا أنه هو الله ونزل من السماء وصعد للسماء، هو الله الإنسان. اقرأوا إنجيل يوحنا. أكيد طبعا أي نبي من الأنبياء عارف جه منين وهيروح فين، فالمسيح عليه السلام كان عارف مهمته ورسالته كرسول من الله. يقول الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين،
والوصية الأولى اللي ذكرها المسيح عليه السلام في الإنجيل تتفق مع التعليم الإسلامية. نحن كمسلمون نؤمن أن أهم شيء هو حب الله وطاعته. أما عن مقولة المسيح أعلن كثيرا إن هو الله، دي بصراحة كلام بيرددوه بدون فهم، لأن الأنبا شنودة ذكر إن المسيح لم يعلن أبدا عن لاهوته. واحد بيقول، يقول أحد القدام في كنيستنا إن السيد المسيح لم يذكر عن نفسه أبدا إنه الله، مثل قوله ابن الله وابن الإنسان. ده لو المسيح قال للناس أن الله ما كانوا يخافوا منه، خلي بالكم من ناحية النفسية، مش ممكن. ده اليهود أرادوا أن يرجموه لمجرد أنه قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، قالوا يبقى مادام بيقول كده يبقى كأنه بيساوي نفسه بالله يبقى نرجمه. فكان بالأولى تقول لهم أن الله، لو قال لهم أن الله يقدر يوحنا يتكئ على صدره، هيقدر الرسل يأكلوا معاه، مش ممكن. المسائل دي كانت عايزة بالتدريج، عشان كده المسيح قال لهم عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن، فممكن فيما بعد يبقوا يحتمل. حاجة تاني، في حاجات كتيرة قالها المسيح يتفهم منها هذا الوضع برضو، مثلا زي يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، برضو تتفهم منها حاجات كتير. زي يوحنا 14 من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت يا فيلبس أرنا الآب وكفانا، ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ في حاجات كتير قالها المسيح بالذكاء بالاستنتاج ممكن الواحد ياخد معنى، لكن التلاميذ ما كانوا اطلاقا يقدرون انهم يفهموا اكتر من كده، لان لو فهموا اكتر من كده مش هيحتمل. ولذلك تلميذي عمواس لما قابلوه بعد القيامة قالوا له هل أنت وحدك المتغرب عن أورشليم وما تعرفش اللي كان حاصل ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا؟ لسه ما وصلوش للمستوى اللي يفهموا فيه، نقدر نفهم بعدين، لكن في وقتها يقول لهم أن الله كانوا حاجة من حاجتين، إما المؤمنين به ما يقدروش يحتمل أنهم يمشوا معه بعد كده، لا إما الناس يفتكروه قد جدح. لكن بعد شوية بشوية الأمور دخلت بالتدريج. فالمسيح لم يعلن أنه الله، وأن كل النصوص اللي في الكتاب المدعو المقدس عبارة عن استنتاجات، وتوجد نصوص في الكتاب المدعو المقدس تؤكد بشرية المسيح، منها النص اللي بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. فلو كان المسيح إله لعلم موعد يوم القيامة، ولكنه رسول من عند الله. وفي نهاية الحلقة أتمنى أننا نكون وضحنا ليكم الشبهات اللي بتتقال عن الإسلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدنا بالأدلة من القرآن والسنة على الأمور دي. مهم جدا أننا دايما نتعلم ونسأل ونبحث عن الحقيقة ونفهم ديننا بشكل صحيح. شكرا ليكم على متابعتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.